بالعودة إلى مباراة الفريق أمام اتحاد طنجة الأخير الذي حل بمكناسه مرفوقا بعديد كبير من الأنصار. جاءوا مهللين بفريقهم لكنهم احتجوا في الأخيرة ورفضوا الدخول إلى ملعب المباراة. كنجيو من اي مدينه كيلاقيونا باثمنه تذاكر خياليه، بالعكس ملي كيجي عندنا جماهير من مدينه طنجه كيدخلوا باثمنه رمزيه 10 دراهم 20 درهم، كاين الجماهير اللي كنوقفوا معاها ما كتخلص والو. الان كنتفاجئوا في ملعب مكناس دخلت 30 درهم، العام اللي فات كانت نفس القضيه، عملوا لنا 30 بين جوج 15 درهم الواحد تذكره بين جوج كنتقبلوها، اما 30 درهم تينا ما تجي طنجه عليك الروتور عليك الماكله عليك الشراب، هذا الثمن لا يعقل بالنسبه للجماهير. وشوف الحجم الجماهير اللي حضرت. تفاصيل والمواجهة إذن بدأت باحتجاجات أخرى داخل الملعب من طرف أنصار النادي المكناسي. بدأت المحاولات محتشمة للقدامى الذي ظل يبحث بكل السبل عن منفذ لتسجيل الهدف. النادي المكناسي واصل الزحف لكن التسرع وغياب التركيز في بعض الأحيان شعار ظل يتغنى به اللاعبون. وعلى ذات النهج واصل الفريق المكناسي خلال الشوط الثاني بحثه عن الهدف. هنا مطالبة بضربة جزاء. أما اتحاد طنجة فبدأ يكشر عن أنيابه في تهديد صريح لهز شباك القدامى. الأخير طالب مرة أخرى بضربة جزاء ثانية ومحاولة أخرى كادت أن تمنح التفوق لأهل مكناس. اتحاد طنجة تكتيكيا كان الأفضل وعلى قلة محاولاته تمكن في الأخير في تحقيق المراد وسجل هدف المباراة الوحيد. الهدف ديالنا كان دائما هو انه نامنوا الدفاع ديالنا ونحاولوا عبر مرتدات نسجلوا هدف اللي يمكن يجيب لنا ثلاثه نقاط، لانه صراحه المرتبه اللي تنحتلوها ما كناش نتوقعوها وما كناش مخططين لها في الاستعدادات اللي كانت فيها مشاكل كثيره، انما الحمد لله لقينا راسنا الان في مركز اول. هذا زاد عندنا ضغط كبير، المنافس تيستعد لنا. دابا المهم عندنا هو انه نحاولوا نجمعوا اكبر عدد من النقاط في مرحله الذهاب اللي تخلينا في مرحله الاياب نكونوا اكثر راحه نوعا ما ونجريوا المباريات ديالنا، لانه الهدف اللي عندي في العقد هو تامين المكانه ديالنا في القسم الوطني الثاني. ايوا الريحه عطات ديال مكناس العام اللي فات في المغرب كامل. احنا راه كنتكلموا، انا راني مدرب وعندي مسؤوليه خصني نتكلم نقول حقائق للناس. انا اصلا الناس اللي ما فاهمش هذا الشيء سي دوماج. انا نتاسف لان مدينه بحال هذه والجمهور اللي كيتبع فرقته اللي لا فيكتيم نتاع صراعات شخصيه. هي تصريحات أكيد تحتاج إلى وقفة تأمل. النادي المكناسي في خطر، فمن المسؤول عن هذه الأزمة وما المراد منها في وقت يحتل فيه الفريق المركز قبل الأخير؟ عادل، لاعب فريق اتحاد طنجة، ربما مسيرة اتحاد طنجة في هذا الموسم هي مسيرة موفقة لحدود هذه اللحظة. الفريق متصدر الترتيب دوري القسم الوطني الثاني، يعني في مباراته ضد النادي المكناسي استطاع العودة بهدف لصفر من قلب مكناس. صراحة فالقتالية ديال اللاعبين والتكتيك ديال سي امين بن هاشم عطى الاكل ديالو، الحمد لله. كما فالنادي المكناسي كان ند فريق اتحاد طنجة، ضيع فرص كثيره هو، الحمد لله تمكننا باش نفوزوا خارج الديار. هذا كتحسب للفريق اتحاد طنجة، ما ننساوش الدعم ديال الجمهور اللي جا حتى المدينه مكناس ماشي ازر الفريق ديالو. الحمد لله هذه النتيجه غتخاولنا باش نزيدوا نتقدموا في الترتيب. ما ننساوش على الكلام ديال السي امين بن هاشم من اول دوره تكلم مع اللاعبين بان الفريق باغي ناخذوا الفريق من دار الامن، يعني نجمعوا اكثر من النقاط باش ما نطيحوش في ذاك الفخ ديال النزول. يعني العقد ديالو مع فريق اتحاد طنجة هو تأمين البقاء في القسم الوطني الثاني وليس صعود. ما ننساوش التحدي اللي بالنسبة للسي أمين بن هاشم وللاعبين اللي جاوا من فريق اتحاد طنجة السنة هذه، هو السنة الفارطة
فريق حتى الرتبه الثالثه، ميمكنش يجيك مدرب فهاد السنه هذه ويجيوك لاعبين وتحت المغير هاد الرتبه هذه، يعني خصك تعطي شي حاجه اكثر من السنه الماضيه. حنا الحمد لله في هذه الساعه الكل ما كانش كيتوقع هذه النتائج هذه، اللاعبين الحمد لله كيقدموا واحد الاداء طيب. عندنا صراحه المجموعه اللي كاينه فهي كتكون من جمهور، من مكتب مسير، لاعبين، من اطر تقنيه، الكل قريب للفريق. الحمد لله عندنا رئيس مازال شاب اللي كيخدم في يعني الفريق، عندنا مكتب في المستوى كي غادي بواحد الاحترافيه تماما كفروق ديال القسم الوطني الاول. بكل صراحه عندنا واحد الشخص اللي مازال الفريق لا في التدريب لا في الصفر ديال الفريق لا في المباريات، هو الكاتب العام سي حسن بالخيدر، يعني حاضر على كل صغيره وكبيره، واكثر حاجه هو الجمهور ديال اتحاد طنجه. نعم، ومن خلال التصريح كذلك امين بن هاشم ان يعني فريق اتحاد طنجه كيتواجد في المركز الاول، هذا المركز يعطي ضغوط اكثر على اللاعبين وعلى الفريق بطبيعه الحال، لان ملي كما قال سي امين ملي كتاخذ نتائج مزيانه وكتكون انت محتل الرتبه الاولى، يعني كاع الفرق اللي غايجيو يلعبوا معك غيلعبوا ما غيلعبوش مع بحال اللي لاعب مع اللي مكلاسي العاشر، جميع الفرق كتضرب لك حساب بان كل لاعبين مع فريق حتى الرتبه الاولى، يعني هذا كيكون ضغط على اللاعبين. الحمد لله ما عندناش ديك اللاعبين اللي كيوقع عليهم الضغط، عندنا يعني فريق متخلط من اللاعبين اللي عندهم تجربه وملاعبين شباب، هذا هو اللي خلى الفريق الحمد لله يمشي بواحد الصوره طيبه لحد الان. كذلك للمنافسه ديال الفريق تاع طنجه من طرف فريق شباب المسيره وكذلك مولوديه وجده، هذه الفرق بثلاثه يعني كانت في قسم الوطني الاول، اللي كيفاش كتشوف هذه المنافسه خصوصا ان شباب مسيره فاز في مباراته في خصوصا الجوله السادسه على يوسفيه برشيد بهدف لصفر، ومولوديه وجده يتعادل مع رجاء بني ملال صفر لمثله. الا جيت تشوف هذه الفرق فهما فرق ديجا كانوا في القسم الوطني الاول، كنظن التنافسيه غتكون حتى اخر دوره، لان ما نقولوش الفرق هادو حسموا باش غيلعبوا للصعود، لان يقدر يجيك فريق محتل في الصف الاخير يلعب من اجل الصعود. الان باقي ما تحسم والو، حنا في الدورات الاولى وحنا الحمد لله فريق اتحاد طنجه كيلعب مباراه بمباراه، وحنا في هذه الساعه هذه كنلبيو الطلبات ديال الجمهور، لان الجمهور باغي الفريق يكون تنافسي، فريق قوي. الحمد لله في هذه الساعه هذه فعندنا فريق تنافسي اللي يقدر يقول الكلمه ديالو مستقبلا. الحمد لله عندنا مدرب اللي بكل صراحه قريب للاعبين ديالو، مدرب كوف. ما نساوش الدور اللي كيقوم به المكتب المسير، فهو يعني مدعم الفريق انا كنت قاي أزال الفريق ديالو حتى اخر دوره، لان السند الكبير للفريق اتحاد طنجه فهو الجمهور، ونتمنى من الله باش يلبيو الطلب ديالو هو المركب باش نشوفوا 40000 متفرج في ملعب بني بطوطه.